السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عن السيارة الكهربية المفترية اللي أزيح عنها الستار من فترة وحصل عليها كلام كتير وغموض، وحاسس أني داخل على سيخ كفتة مشوية من بتاع زمان. المهم أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي وبيقولوا أنها تتصنع في مصر بالتعاون مع شركة فوتون الصينية، وهيسموها إيموشن يعني عاطفة أو عواطف بالمصري. اسم جامد جدا، أنا نفسي أعرف مين اللي اختاره. تخيل تبقى راكب عواطف، أقصد السيارة عواطف، وماشي في الشارع وعادي جدا ومحدش يقدر يكلمك، حاجة تكسف. أو تقول المدام مثلا أنا رايح مشوار وهاخد عواطف، فهتبقى أيامك طين. نتكلم بجد شوية. أول سؤال بيتسأل، ما هي مواصفات السيارة عواطف، أقصد إيموشن؟ بص يا سيدي، العربية دي نازلة نموذجين. النموذج الأول 4 ركاب وفيه بابين وتكييف وكاميرا خلفية وطارة مالتي فانكشن، ودي طولها 2.70 متر وعرضها 1.30 متر وارتفاعها 1.5 متر، ومدى الشحن بتاعها 100 كيلومتر لكل شحنة، يعني هتحتاج كل 100 كيلومتر تشحن. النموذج الثاني بيشيل 3 ركاب ودي طولها 2.60 متر وعرضها 1.30 متر وارتفاعها 1.40 متر، وزنها 350 كيلوغرام، وبتتحرك 60 كيلومتر لكل شحنة، وأقصى سرعة ليها 45 كيلومتر في الساعة، وراكب فيها دينامو بيساعد في الشحن الذاتي. يعني فكرة مبسطة من السيارات الكهربية. طيب سؤال تاني، هي عواطف هتمشي في الشارع كده عادي ولا لازم لها رخصة؟ شوف يا سيدي، وزارة الانتاج الحربي بتقول ان العربية دي غير مؤهلة للمشي في الشوارع. الله، امال هتمشي فين؟ بيقولوا ان العربية دي زي العربية اللي موجودة اصلا في الكومباوندات والفنادق والقرى السياحية وملاعب الجولف، العربية المفتوحة اللي بنركبها وتوصلنا للشاليه او بتجيب شنطنا. وبيقولوا انها هتتباع للكومباوندات والقرى السياحية والنوادي والفنادق، يعني مش للاستخدام الفردي في الشوارع العامة. يعني من الاخر مش اختراع ولا حاجة، وعربية مرمية في القرى السياحية والفنادق بقالها 100 سنة. المهم الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس ادارة شركة IMUT احد العلماء المصريين في الخارج، انا اول مرة عرفت انه احد العلماء المصريين، وعرفت ان في تعاون بينه وبين وزارة الانتاج الحربي، افتكرت حاجة كده بس مش هقول لكم عليها. المهم الراجل المحترم ده قال ان خلال 2-3 اسبوع على اقصى تقدير، والكلام ده طبعا عدى عليه حوالي 3 شهور، هيتم طرح عربية كهربية 4 باب للجمهور العادي. ولما تسأل امتى هتنزل وسعرها هيبقى كام، قال هنقيس الرأي العام عند المستهلك المصري وبعد ما ننشر الشواحن الكهربية في محطات البنزين. وقال ان النوع اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتحدد سعره من 78,000 الى 125,000 جنيه مصري حسب الكماليات زي التكييف والجي بي اس والاستيريو. واعلى موديل هو العربية اللي ظهرت فيها الفنانة يسرى والفنانة نشوى مصطفى في الافتتاح، ودي فيها كاميرات وتكييف وازاز كهرباء، وبتمشي من 120 الى 150 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وبتديك انذار زي الموبايل كده لما البطارية تقرب تفضى. العربية الكهربية ملهاش عيوب، ده على حد قول العالم الجليل، قال انها موفرة ومفيش استهلاك فلاتر ولا زيت، وما فيهاش رادياتير، مش هتحتاج عمرة ولا ميكانيكي، وكل اللي بيتغير فيها الفيوزات والكاوتش اللي المفروض هيصنعوه في مصر. طيب ولما تسأل اللي عاوز يشتري العربية يعمل ايه، قال انهم هيطرحوا 200 عربية كمرحلة اولى وبالحجز، وقال ان الشركة هتنزل 20,000 عربية بعد ما يشوفوا الاقبال اخباره ايه. واخر حاجة اقولها، ربنا يستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.